باش نحكيو على الاقتصاد. شركة سيفاكس ايرلاينز بخذت لوكي باش تدخل للبورصة، ومعناتها باش تكبر رأس المال نتاعها وباش تعاود تستثمر وباش تكبر باش تولي شركة تنجم تعاون برشا المسافر التونسي اللي يختار اليوم علاش باش يسافر. باش نحكيو على النجاح هذه، على الفكرة نتاع انك تعمل بعد الثورة في الظروف اللي البلاد فيها تعمل شركة طيران خاصة. نستقبلوا سعداء بصاحب شركة سيفاكس ايرلاينز السيد محمد فريق، ضيفنا الليلة في لاباس. مرحبا بك. الجمهور يحب يسألك. الحمد لله لاباس. الحمد لله دونك لاباس. اش معناتها باش تدخل البورصة سيفاكس ايرلاينز؟ معناها شركة سيفاكس ايرلاين كانت معناها فكرة خاصة، ووقع معناها استثمار في رأس مال الشركة من طرف الخواص، والآن باش ندخلوها البورصة باش يوقع في ترفيه رأس المال، باش تكون الفرصة للعديد من الشركات الأخرى والمواطنين باش يدخلوا في رأس مال الشركة هذه. جوستومون باش تولي تبع الأسهم وغيره كذا. ان شاء الله انتو كمان تمنولكش لا تطيح اسهم لا تطيح طياره ان شاء الله. لاباس. الكفاءات انت نتاعك وقتها خممت باش تعمل معناتها شركه طيران خاصه بعد الثوره، شكون ساعه محمد فريخه معناتها وين استثمرت قبل وكيفاش معناتها جاتك الفكره هذه في ظروف ناس كل خايفه ما تحبش تستثمر؟ انا قريت في فرنسا في ليكول بوليتكنيك، وبعد ما كانت عندي فرصه باش نبدا نخدم في فرنسا، ولكن خيرت باش ندخل لبلادي سيتي اون 89 معناها، وخدمت في التكنولوجيا مع الكتال، وين عملت اول مركز للدراسات الالكترونيه معناها في شمال افريقيا اللي حصلت لصالح شركه الكتال. ثم بعد معناها الفكره نتاعي كانت كيفاش بلادنا نجم تكسب التكنولوجيا. بعد خممت قلت خاطر الكتال عند الاستراتيجيه نتاعها، قلت احسن حاجه تصير شركه تونسيه 100% باش تخمم كيفاش يوقع التحويل التكنولوجي لبلادنا، وحنا التوانسه معناها عندنا طاقات وعندنا دا كاباسيتي نجموا نمشيو لبعيد. دونك كانت فكره تلنت اون 94 معناها عام 94 جينوسي شركه تلنت، بدينا بسبع مهندسين وتوا وصلنا 600 مهندس تبارك الله، وولينا في مستوى تكنولوجي عالي ياسر فهمني. معناها نخدموا في الدراسات نتاع الالكترونيك والبرمجيات، وكانت من الاول الفكره نتاعنا وقت بدينا رئيس المؤسسه هو سي ابراهيم خواجه حيي، كان وزير النقل السابق ووزير الاتصالات، وكان معناه يحكي لي من القصص نتاعو اللي هو مع رئيس بورقيبه، كان بورقيبه وقت يسافر الخارج يسمع وزير النقل نتاعو كومسا يدي سور الطايره نتاعو مريقله، وقال له سي ابراهيم اذا تعرف انا معنا تونس عملنا العلم واستثمرنا في الدراسه باش نوصلوا للمستوى التكنولوجي اللي نحبوه له، والتكنولوجيا اللي تفرق بين البلدان. قالوا اذا تقول لي الثنيه هذه الطريقه هذه سي سا لو شومان يلفو 30 اني بور ياريفي جو مارش افيك توا. دونك ابراهيم قال لي من الاول وقت مش نعملوا الشركه هذه نخموا في التكنولوجيا، وكا فكرنا وفهمني في اخر عام 2010 معنا وصلنا عملنا مشروع معنا تري كومبليكي للتومسون معنا اللي يمكن باش نبثوا الفيديو من استوديو تلفزيون كيما هكا فير الساتليت. معنا بروجي هذا خدمنا فيه 30 مهندس في الميكرو الكترونيك في الالكترونيك في السوفتوير، كنا في منافسه مع الاوروبيين والامريكان، ولكن نجمنا نعملوا المشروع هذا 25 سنه بعد الرئيس بورقيبه السابق حكى مع سي ابراهيم، والحمد لله وصلنا التكنولوجيا هذه ووصلنا المستوى. وبعد معناها بعد الثوره كان عندي برنامج من قبل الثوره تدخيل تنات للبورص، لان معناها البورص تمكن من الاستثمار، تمكن من الشركه باش تكون معناها جاري دي مانيير ترونسبارونت، تمكن زي المهندسين اللي يخدموا في الشركه باش يكونوا اكسيونير في الشركه. دخلنا تنات بعد الثوره وياسر عباد نصحوني قالوا لي سي با لو مومون، قلت لهم لا هذا بلادي وهذا واجب ونفاي عليه. وبال الاموال اللي اتت من البورصه خلقنا بروجي سيفاكس ايرلاينز اللي هو جا بروجي تلقائي كما يقولوا مكتوب معنا البروجي هذا. هبطنا لصفاقس مع العديد من رجال الاعمال وشفنا مطار صفاقس مطار معنا جديد ولكن ما فيش خدمه بالكل، ومعناها جات فكره باش نخلقوا شركه طيران. قلت لهم انا تبني البروجي هذا ونقدمه، وكان في الانكونسيون خاطر احنا برمي الاعمال اللي نعملوا فيها في تنات هو لي كالكيلاتور امباركي نتاع الطيارات مع توسكي الكترونيك دافيون نخدموا فيه الايربيوس،
دونك قعدت الفكره وجو مي سو لونسي معناها في البروجي هذا. تلقائي معناتها واحد باش يعمل شركه طيران بصفه تلقائيه. سميتها سيفاكس اعترافك بالجميل للجهه اللي كبرت فيها ولا استقطاب رجال الاعمال الصفاقسيه ولا اسم شنو تقصد به؟ والله انا في تونس دائما بحاجه اللي معناها امومون ديما اللي يدافع الجهه نتاعو ويقولوا هذا جهه وهم. انا بالنسبه لي انا المبدا هو ان الواحد اللي ينكر في عائلته وينكر في جيته ونهار اخر ينكر في الوطن نتاعو. في البلدان في اوروبا وحتى في امريكا معناها الشخص اللي يعاون الجهه نتاعو سي ان دوفوار واجب فهمني، وانا انطلقت من هذا المبدا هذا من غير حسابات، والجهه نتاعي معناها طولت فيها قريت فيها التعليم الثانوي وصلتني للمستوى اللي انا فيه كيما وصلت لي بلادي للمستوى اللي انا فيه، دونك خمم في الجهه نتاعي واترافير سا معناها البروجي هو لتونس كامله معناها. باهي معناتها تو كي باش تدخل البورصه انت عندك زوز طيارات تعمل خط باريس تونس، شنو اخر معناتها؟ عندنا في الطيارات هذوما اثنين، عندنا خطوط نحو باريس من جربه ومن صفاقس ومن تونس، عندنا خطوط نحو ليبيا، عندنا خطوط في القريب العاجل مع السعوديه معناها العمره معناها رحلتين في الاسبوع ثم اربع رحلات في الاسبوع في رمضان وفي الحج فهمني، وعنا عملنا مخطط عمل اللي باش نطوروا الاصول نتاعنا. احنا في البورصه هذه معناها السلوغون نتاعنا هو دومان لو موند معناها غدا العالم لنا، لان نقولوا في تونس معناها ثم رحلات قريبه المدى برك ما ثماش رحلات طويله المدى، ونشوفوا اللي تونس صغيره ولكن عندها ريون مو على العالم، دونك هيك علاش خممنا باش نقتنيوا طائرات اخرى وباش نمشوا للقارات كيما اسيا وين نمشوا للصين واليابان، في امريكا نمشوا لكندا والولايات المتحده الامريكيه، في امريكا اللاتينيه نمشوا للبرازيل. فول ديريكت باش تولي معناتها تونس نيويورك ديريكت؟ ان شاء الله تونس نيويورك، وعلاش لا؟ يلزمنا احنا التوانسه يلزمنا نثيقوا في القدرات نتاعنا، يظهر لي بعد الثوره ظهرنا العالم. لا قدره الطياره مش قدره. هي معناها يلزم زاد الفكره ويلزم الايمان اللي نجموا نوصلوا افكتيفمون نعملوا تونس نيويورك، تونس مونريال، تونس طوكيو، تونس ريو، علاش لا؟ وهذا معناها بلدان كيما البلدان المجاوره كيما المغرب وكيما الجزائر ومصر يعملوا الرحلات هذه، وتونس تو معناها جوستومون. باهي المشاكل اللي صارت لك مع تونسير وفي المطار وغيره ولات من الماضي تو متفاهمين معناتها تو عندنا ما عادش فما سابوتاجات ما عاد فما شيء. يظل لي عندنا عام تو من حيث انطلاق نشاط الشركه وبعد عام حتى جماعه تونسير يشوفوا ما ضريناهمش احنا معناها سيفاكس، بالعكس خذينا معناها رحلات نتاع الطيارات الاجنبيه معناها وزاد نتعاملوا مع تونسير، الهاندينغ مع تونسير، كاترينغ مع تونسير، بالعكس قاعدين نعملوا شيف دافير تونسير واحنا كل تونسير. اما التسكر نتاعكم معناتها مطيحين السوم شويه. لا باديتو معناها ثم كورديناسيون باش نكونوا في خاطر ثم اصول وطني اللي فيها تونيزير سيفاكس نوفالير، واحنا الكونكورون جايتنا من الشركات الاجنبيه، دونك لازم التوانسه الكل نبداو يد واحده باش نقدم قدام. تبدلت الحكايه، دونك اليوم باش تولي معناتها فيها برشا طائرات باش تكبر الشركه في السنوات الجايه. احنا تو عندنا طائرتين السنه معناها 2013 باش نوصلوا نخدموا سته طائرات منهم الايربيس 330 الطائره طويله المدى اللي مش تجي في جوان، وان شاء الله معناها المخطط نتاعنا بعد خمس سنين باش نوليو 14 طائره مع وجهات متعدده في العالم. باهي برشا، وانت يظهر لي فما شكون مغروم بجامعة الطوابع البريديه، انت مغروم شارين طيارات، شريت طياره سخر الماطري مؤخرا. والله الحكايه هذه جات بصفه فجائيه وبصفه معناها كل شيء صدفه فجائيه. لا نقول لك بالحق احنا صدفه نبرمجوا مثلا مشوي في الثنيه، انت بصدفه تشري طياره. لا كيفاش طار؟ كيفاش صدفه؟ مشينا الرينيوم تاع لوبن سكاي في بروكسل ومع مسؤولين من وزاره النقل قالوا لي ثم لوبن سكاي اللي هي ساينس فيكسيون في تونس. لا تو بعد نحكيو عليها فهمني. دونك قالوا ثم طياره صخره مات بسباع ومش ياخذها امريكي، وقالوا سي دوماج بور لي بي يعني طائره معناها من نوع خاص معناها باش تضيع. دونك اي قداش تكلفت باش 20 مليار. اي واما بيعها بارخص. هي معناها بيعنا عطوها لل معناها ان بروكر معناها انترناسيونال جاب بري نتاع 7.4 مليون دو دولار، وانا زدنا عليها معناها اونيفو سيفاكس 200 الف دولار وشريناها، وال بقروض بنكيه بيان سو فينونسمون معناها خاطر تو في الطيران معناها الفينونسمون دافيون هذا الشيء اللي نعرفوهش ياسر في تونس، ومعناها واللي معناها يسهل اقتناء الطائرات. اما ما انت شنو تعمل بها طائره صخر؟ لوبجيكتيف جوستومون طائرتك الخاصه باش تولي؟ لا با دي تو، انا نحب مالغري لي بروجي اللي عملتهم في تينات وسيفاكس نحب الريتم دو في نتاعي يقعد هو بيدو، جي توجور لي بي سور تير وهذا سي تري امبورتون. ما تقوليش موبيلات كصفاقسيه. دونك الطائره هذه انا في كيما
حكينا معنا في من ناحيه تونس زي ما تفتح العالم مش نعملوا خطوط بعيده هذه ديفور ريغولي مي ثم وجهات اللي ثم رجال اعمال توانسة اللي ثم دي دبلومات موجودين في تونس بعد بنك افريكان ديفلوبمون زاد معنا وزراء واحد اللي مش الطائرة هذه مش تستغلوها في البرايفت جيت اللي تمكن باش نعملوا رحلات خاصه نحو البلدان البعيده اللي ما نجموش بال وهذا مش يساهم في تنميه الاقتصاد البلاد ويعطي صوره باهيه. معناتها تنجم تكريها ليزوم دافير الحاجات ولا رحلات معناتها في نفس البلاصه معناتها تكريها كيما الكراهب. اي تتفهم هذه في سويسرا بار اكزومبل معناها حاجه كلاسيك وتنجم حتى في السياحه نجم نستغلوها معناها ثم شخصيات كبار اللي نجموا يجوا معناها مش تعطي ريونمون للبلاد اللي مش توفر هذوما لي جون فيب مش توفرهم طياره اللي مش تجيبهم عملنا بزنس لوكس برشا من داخل طياره تحس يعني هاونوا عليها برشا. والله الطياره لوكس بالحق من داخل معناها كلاش انا وقت ما حبيتش الحق على الاول حبيت نبعد ما ندخلش في الامور هذه ولكن معناها والتشريات اقل من سومها برشا سي لو بري انترناسيونال ولكن وقت طلعت له وشفت قلت اوروزمون شريناها خليناها في تونس باسكو سي دوماج اذا الطياره كي معاك تمشي لبرا الخارج. واضح. ما خلاوش فيها شويه برشا هكا صبات عن شكون يحب يتصور معاه فما خلاوش ما خلاوش به رجل اعمال توا وعنده طياره معناتها تحس روحك مختلف على رجال الاعمال الاخرين عندك طياره على ذمتك تسافر وين تحب تطلع هكا وين تحب سي محمد شنو السنتيمون معناها الواحد يحس معناتها كي تحب تفرهد انت ايش تعمل؟ تلعب تروح رمي ولا تمشي ما عنديش وقت باش نتفرهد ما عندكش وقت باش تفرهد بين زوج شركات تنات في التكنولوجيا وسيفاكس لاينز شركه طيران معناها اللي الدومين طيران معناها الدومين صعيب ياسر معناها وزن في كل وقت. رجل اعمال عنده طياره كيقوم الصباح شفتر يلقى فطور حاضر ولا لا والله انا ريتم الدوفي نتاعي كيما العباد الكل ما عنديش لا شوفور لا عندي معناها سي نوم نورمال ما عندكش شوفور لا ما عنديش شوفور فهمني دونك واضح حياتي تري نورمال معناها ما سي ان شوا بيرسونيل معناها سي ان شوا بيرسونيل تحافظ على نسق حياتك الصغار عادي يقراوا في المكتب بيبليك كيما التوانسه الكل بيبليك اي بيبليك فهمني سي ان شوا بيرسونيل راهو الواحد وقت ينجح في الحياه نتاعو المهنيه زاد ثم عنده مبادئ نجح بهم فهمني بتات الواحد معناتها بيبليك خاطر غالي المدرسه الخاصه ولا خاطر ما تحبش؟ لا انا نحب صغاري ماكش غالي عليك سي محمد لا مش انا داخل بعد ساعات لاصحابي باش ندخلهم للميسيون ولا صغار اصحابي ولا ليكول بريفي اما بالنسبه لي انا نحبهم صغاري يتربوا كما التوانسه الكل في ظروف التوانسه الكل في المكتب بيبليك كما انا قريت في البيبليك ويعيشوا في البلاد يزون لي بيي سور تير وقت جوستومون انت سكسيس ستوري قصه نجاح نتاع رجل اعمال رمي فلوسه معناتها واستثمر بعد الثوره في فتره اللي باش يحل فيها حانوت ملاوي واحد يخمم على 500,000 رمي انت رميت في مشروع طيارات معناتها اللي تنجم سوق صعيب شركة طيران تفلس بدات تعمل في اللو كوست وتنقص في الماكله وكذا انت رميت مشروع معناتها الحمد لله اليوم نجم نقولوا ناجح مشروع ناجح معناها بعد عام فرضنا روحنا في السوق وكل معناها المسافرين فرحانين بالنيفو دو سيرفيس مي انا البروجي هذا لازم نرجعوا للوقت الكونتكست الثوره نتاع تونس صارت الثوره معناها خارق العاده اللي لا واحد كان يستناها فهمني واللي العالم كامل شدنا بها فهمني والثوره هذه صارت اكوز دو بروبليم ايكونوميك معناها البطاله ديسباريتي دون ليجيون انسي دو سويت دونك انا نشوف رجل الاعمال اقل حاجه فما عباد خرجت ثم عباد ضحات بحياتها ثم معناها عباد معناها خسروا معناها ياسر في الثوره هذه من ناحيه الجرحى والواحد مينيموم انهم دفير يخسروا فلوس مش مشكله الى انفستي دون لو بيي ويقوم بواجبه هما قدام التاريخ انا كرجل اعمال قمت بواجبي حاولت باش نساهم في تنميه اقتصاد سي محمد فريخ انت قلت لي رجل اعمال عادي كالناس الكل ولادك تقريهم في البيبليك باش ناس الكاسل بشوفك عادي ولا تعرف قداش من باجيت يظل لي 220 هكا 220 غلط 190 هل تعرف الكار الصفرة 47 وين تهز؟ لا حلق الواد سوم الكيلو علوش يقول لي كيف عاد العلوش 18 20 دينار أكثر. 20 دينار هل تعرف اش معناتها كسكروت عياري؟ لا كسكروت عياري هذا هريسه وعظم يتباع ديما بجنب لي دار يبدا ريكش قفه وعظمه ويصور الخير هل تعرف مجلس تاسيسي قداش فيه من عضو؟ 217 200 بين مغلبين عليك هل تعرف شنو الرقم اللي نتصلوا به في صوره تصير حريقه؟ 197 هكا لا النجده ذيك 198 به هل تعرف ما معنى كسكسي بالمرقة؟ بيان سور سي سبيساليتي سفيقس سبيساليتي سفيقس به تعرف قداش نقصت الدولة في سوم اليغورتا؟ لا مؤخرا؟ لا دورو
صدق معناتها نقصت لنا الدورو ديجا انت باش لاحظ برشا باتيمات باش يتبناو وقناطر كلهم الدورو هذا كان بالحق به. سيد محمد فريخه نحكيو على سيفاكس ايرلاين. سياسه انت والسياسه عندك حزب سياسي ولا من بعيد ولا لا؟ لا انا مستقل معناها مستقل ما عندك حتى حزب معناتها المشهد السياسي يعاون اليوم في رجال الاعمال باش يستثمر ولا لا؟ والله احنا ماذا بينا من ناحية السياسية يتفقوا شوية السياسيين مع بعضهم وبعد ساعات نشوف حوايج مؤسفة لان قبل بن علي معنا شفنا اللي تو موجودين في الساحة السياسية كانوا مع بعضهم وبتعذبوا كلهم وقت ناخذوا معنا حركة نهضة نشوفوا معناها سي حماد جبالي سي علي العريض سي منصور بن سالم سي عبد الكريم تعذبوا وشدوا الحبوسات شوفوا سي حماد الهمامي معناها من معناها كيفاش معناها ناضل وكيفاش حاروا معناها باش نجموا يقبضوا عليه. نذكر زاد سي نجيب الشابي ومية جريبي في شهر اوت 2010 عملوا اجتماع في صفاقس ومعناه وقالوا مش معقول باش الحكم يمشي الليله طرابلس ولاك فهمني ايزون لو كوراج باش يقولوا كلام كيما هكا. سي منصور مرزوخ كان في الانترنت يقول هذا النظام مش يسقط معناه وبعد هذا كل معناه وصلوا بن علي مشى على روحه ووصلنا معناها لحاله في البلاد بتاع حريات وواحد نورمالمون معقول يتوحدوا مع بعضهم باش يخرجوا البلاد من المقصف هذايا، هذا ما يمنعش اللي ولو من الناحيه السياسيه ماذا بينا يعجلوا ويوصلوا معنا الحلول لمستقبل البلاد لان عملنا ثوره اللي صار بها العالم كامل، من ناحيه رجال الاعمال زاد يلزموا ياخذوا شويه شجاعه ويقدموا معنا من الناحيه الاقتصاديه لان الثوره صارت على خاطر مشاكل اجتماعيه ومشاكل اقتصاديه. ما تبدل فيها شيء تو تقريبا معناتها. بالنسبه للطيران سي محمد، لوبين سكاي هذايا اللي باش تعاون برشا تولي تونس السماء مفتوحه وتعاون برشا التوانسه وترخص في الاسعار وتعمل منافسه. احنا شفنا حريه باش تتعطى لقطر وخاضت عليها الدنيا معناتها تولي مثلا تونس باريس تعملها شركه طيران مش تونسيه. وقتاش حسب رايك باش نقعدوا ناجلوا في لوبين سكاي للدول السياحيه الكل عامله لوبين سكاي الا تونس؟ والله انا بالنسبه لي انا شاركت في المناقشات لوبين سكاي ويظهر لي هي فرصه لتونس لان كيما نرجع لعام 95 وقت حبينا تحرير الاقتصاد والصناعه مع اوروبا العباد الكل خافوا وقدمنا التوانسه وعملنا الميزانيفو برنامج ميزانيفو الان عندنا شركات معناها كبيره في ليكيبمون اوتوموبيل وقاعده تصدر وقاعده في مواقع في اوروبا معناها حلت معامل في اوروبا والعمله الصعبه اللي دخلت لنا من الصناعات الكهربائيه وصناعات السيارات معناها اكثر من التوريزم واكثر من العديد من المجالات. دونك وقت مشينا في الرينيو مع لوبين سكاي في اوروبا حسيت الاوروبيين معينا مش ياسر خاطر عارفوا اللي معناها اذا التوانسه نحاولوا نناقشوا بالكدا ونراعيوا مصلحه البلاد نجموا ناخذوا منها بوكو دافونتاج. مثال ميزانيفو دي زايروبور المطارات معناها يسون بري لي زوروبيان بور فينونسي تكبير المطارات نتاعنا وزاد لي سوسيتي كيما تونيزير وسيفاكس يسون بري باش يعينونا في تاطير معناها الطاقات البشريه معناها ثم فرصه يلزمنا نعرفوا كيفاش نناقشوا وان شاء الله معناها علاش تو في تركيا تشوف تركيا شير لاينز معناها التطور اللي صار والان مطار كمال التتويج في 16 مليون مسافر سنويا يوصلوا حتى 20 مليون وتاخذ في صبيحه كوتيه معناها ثم شركه بيجاسوس بدات كيما سيفاكس بزوز طيارات وعندها 60 طياره والمطار نتاعها كاباسيتي 8 مليون مسافر اكثر من تونس كارتاج معناها الفرص هذه موجوده وتونس الموقع نتاعها الجغرافي نجمها باش تطور معناها بالكدا. باهي سي محمد فريخه وانت سيفاكس ايرلاين ان شاء الله بالتوفيق. نحب نسالك شويه اسئله غريبه على الطاير، ما تخافش لسليم رياحي يشري لك ذبذبات الطيارات نتاعك ولا حاجه؟ بدون تعليق. بدون تعليق، باهي. علاش ماكلت الطياره تقول ماكلت سبيطارات ديما؟ والله يلزمنا نتحسنوا احنا. مش بنينه معناتها؟ خاطر بكل معناها. انا حتى مره مثلا طياره ما تعطيك كافتاجي منو مثلا. ان شاء الله نخمموا في المستقبل. بالحق معناتها لازم تكون ماكله كيكا ماستر. ان شاء الله في اللون كوري نعملوا ماكله معناها سبيسيال تونسيه ان شاء الله. باهي. عدد الخدامه اللي عندك في الشركه؟ تو معنا في سيفاكس وصلنا 250 موظف وان شاء الله نوصل 300 دي سيلافان لاني ان شاء الله. علاش ما تعملش برشا اشهار الشركه؟ والله عملنا اشهار مي كما تعرف الشركه وديماراج الاشهار يكون شير وان شاء الله سافا فينير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك. حبينا احنا بمناسبه دخول شركتك للبورصه نكرموا معناتها رجل اعمال صدم وعمل شركه باش تكبر سنه باش تاق في 6 طيارات باش تولي تونس نيويورك باش تولي تونس كندا موريال معناتها مباشر وان شاء الله مزيد توفيق. شكرا ليك سي محمد يعطيك الصحه. بارك الله فيك يا عائشه.